ترتيب الأسامي حسب الظهور، طبعا النجوم حسب الظهور، يعني كلهم أبطال وكلهم يعني مش حد أقل من حد، فهي حسب ترتيب الأسماء حسب الظهور يعني في الفيلم. كل الناس، كل الناس وكل الناس ماضية معانا وعارفة إن يعني كل النجوم دي موجودة، وده كان بالعكس بيشجعهم إن يعني هاني رمزي، أحمد آدم، أحمد السقا، سعد يونس، مجتمع مع حفظ الألقاب، دينا فؤاد، مي سليم، يعني أكم من نجوم، أحمد السعداني، أحمد رزق، يعني أكم أستاذ خالد الصاوي، في أكم من نجوم يعني. وكلهم كانوا مرحبين يعني، وكلهم عارفين إن كم النجوم ده، ولا إن الورق عجبهم الحمد لله ما لقيناش صعوبات يعني. طبعا مدام ليلى علوي، لا النجم احمد ادم هنشوفه كوميدي، بس الفنان هاني رمزي مش هنشوفه كوميدي يعني، دي نقله في تاريخ الفنان الكبير هاني رمزي، مش هيبقى كوميدي، دي المفاجاه والله. هي مغامره، بس مغامره محسوبه، من يعني ما فيش كوميديان ما فيهوش جواه جزء تراجيدي، فلازم يعني بتطلع من النجم برضه لازم الجزء الثاني اللي مش باين للجمهور، دي متهيألي هتبقى نقلة في أفلام النجم الكبير هاني رمزي، عشان كده هو رحب جدا بالقصة وبالورق أول ما قراه يعني. ده يعني محمد أمين يعني بصراحة الناس كلها بتحب، يعني معظم الممثلين جم عشان يتعاونوا معاه، لأن كل الناس بتحبه وقد إيه هو فنان كبير. وطبعا هو كان دايما بيبقى هو المؤلف والمخرج، المره دي هو المخرج بس من غير ما يبقى مؤلف، بس بصراحه الاخراج بتاعه يعني الناس لما تشوف هتنبسط يعني، هتبقى حاسه ان هو قد ايه كان وحشها فعلا انه بقاله كتير ما طلعش يعني. ان شاء الله هتلاقيه على طول بقى بعد الفيلم ده، هتلاقيه على طول في افلام كتير يعني. هو كان الفنان كان سامح عبد العزيز، هو كان هو المخرج في الاول. طبعا جت قصة الكورونا، القصة قعدت سنتين وهو انشغل ودخل مسلسلات وأخرج كذا حاجة، فاتفقنا مع المخرج الكبير محمد أمين يعني عشان الكورونا هي ما بترجع ناس وبتعطل ناس.